اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. اكتشف كيف يغير الحب شخصيتك بحسب برجك الفلكي. الحب والعلاقات تترك أثرها على الشخصيات، فنتغير ونتبدل. ليس بالضرورة أن تكون التغييرات إيجابية، فالبعض يصبح أكثر تملكا وغيرة بعد اختباره الحب. في المقابل هناك فئة يجعلها الحب أكثر لطافة، لأن المشاعر الإيجابية تلك تتفوق على خصال سلبية كانت في شخصياتهم. كيف يغير الحب شخصيتك بحسب برجك الفلكي؟ برج الحمل. تصبح مهووسا بالحب، فكل ما تفكر به هو كيفية منح الحبيب الاهتمام وإمضاء الوقت معه والقيام بالمغامرات معا. تضع كل طاقتك في هذه العلاقة، ويصبح شغلك الشاغل لدرجة أنه لا مجال لأي شيء آخر في حياتك. شخصيتك تتبدل كليا، وتصبح مهووسا بالشريك وبالحب وبالرومانسية. برج الثور. الحب يجعلك أكثر لينا، لأنك تبدأ بإزالة الحواجز. مشاعر القلق والخوف من أن يقوم بتحطيم قلبك تصبح في حدها الأدنى، وتبدأ بتعلم مشاركة حياتك مع شخص آخر. عندما تقع عزيزي الثور في الحب، فإن مصطلحات المرونة والثقة تكون غريبة عنك، ولكنك شيئا فشيئا تتعلمها وتصبح شخصا مختلفا. برج الجوزاء. الحياة بالنسبة لمواليد الجوزاء تصبح بعد الحب عد ساعات، فأنت تعد الساعات حتى موعد اللقاء بالحبيب. طالما هو بعيد عنك، طالما تفكر به، وبكم عليك الانتظار بعد حتى تلتقيه مجددا. كل ما تقوم به يجعلك تشعر بالسعادة لكونها تجارب جديدة، وأنت تعشق التجارب الجديدة. برج السرطان. تصبح عزيزي السرطان أكثر عاطفية مما أنت عليه أصلا. أنت إنسان حساس وعاطفي، وحين تقع في الحب فإن كل ذلك يتضاعف عشرات المرات. كل همك يكون منح الحبيب كل الحب والعاطفة، وكل ما تتحدث عنه هو الشريك ومدى روعته. برج الأسد. الحب يؤثر على الحياة المهنية للأسد، لكن بشكل سلبي، لأن هوسك بأن تكون القائد المطلق ينتقل من العمل إلى الحب، فالطاقة باتت موجهة لمكان آخر، الحب. ستكون أنت المبادر بطبيعة الحال، وستتولى القيام بالخطوات الأولى، وتقوم بإرسال أولى الرسائل. كل همك سيكون توجيه العلاقة بالاتجاه الذي تريده. برج العذراء. عزيزي العذراء، لست من النوع الذي يخبر الجميع عن علاقته الجديدة، بل تأخذ الأمور بهدوء وروية، وبطبيعة الحال لن تقول له أحبك في أي وقت قريب. الحب يغير شخصية العذراء لناحية الثقة بالنفس، لأنه حين يقع في الحب فإن ثقته بنفسه تتضاعف، وهذا أمر إيجابي للغاية. برج الميزان. الميزان في علاقة حب دائمة، فهو ما ينفك يخرج من واحدة ويدخل في واحدة أخرى، لذلك فالأجواء ليست جديدة عليه. الميزان يسعى للتوازن في علاقته خلال مراحلها الأولى، لذلك فهو يقوم بكل شيء من أجل ضمان ذلك. البداية ستكون القيام بكل ما هو مرح، ولكن لاحقا يدرك الميزان بأنه لم يعد عليه القيام بذلك، وبالتالي يتخلى عن حذره وعن حرصه للمحافظة على التوازن. ولكن هذه المرحلة تأتي بعد فترة طويلة من الوقوع في الحب، وليس خلال المراحل الأولى.
برج العقرب. الحب يجعل معدلات الغيرة عند العقرب ترتفع بشكل كبير. تحب عزيز العقرب أن تكشف عن حبك للجميع، فأنت سعيد وتريد للآخرين أن يحسدونك على ذلك. تقوم باستعراض الحبيب كما لو كان قطعة أثاث، لأن هدفك هو أن تخبر الجميع بأن هذا الحبيب هو ملك لك وحدك. العقرب من دون علاقة يمكنه إلى حد ما التحكم بمعدلات تشكيكه بالآخرين، ولكن حين يقع في الحب فإنه يفقد السيطرة. برج القوس. القوس يحب حريته، وهو لا يسمح للعلاقات بسرقة هذه الحرية منه. هو لا يؤمن بمبدأ تعديل حياته من أجل الحب، بل يؤمن بأنه إن كان الشخص هو المناسب فسيتناسب مع نمط حياته، وإن لم يكن فلا مشكلة برحيله. الحب لا يبدل القوس على الإطلاق، فالأمور تسير كما يريدها القوس، وإن لم تسر فهو يبتعد. برج الجدي. عندما يقع الجدي في الحب فهو يصبح أقل جدية مما هو عليه. البرج هذا عادة جدي للغاية، وكل ما يهمه هو العمل وتحقيق الأهداف، ولكن حين يقع في الحب فإن الحياة تصبح أجمل بالنسبة إليه، فيضحك ويمرح ويستمتع بكل الأمور البسيطة، وحتى أنه سيبدأ بتقبل واقع أن بعض الأمور يمكنها أن تأتي بنتيجة إيجابية رغم أنه لم يكن يخطط لها. برج الدلو. الحب يجعل الدلو يهتم بأمور جديدة لم يكن يهتم بها من قبل. سيبدأ الدلو بالبحث عن كل ما يثير اهتمام الآخر، ويحاول معرفة كل ما يمكنه معرفته، أو قد يجد نفسه يبحث في اهتمامات كانت بالنسبة إليه سخيفة من قبل، ولكن وبسبب مشاعر الحب والسعادة التي يختبرها فهو يبدأ برؤية الحياة من منظور مختلف. برج الحوت. الحوت يصبح في حالة غير مسبوقة من الرومانسية. أصلاً الحوت برج رومانسي، ولكن حين يقع في الحب فالأمر يصبح جنوني. ستجدون الحوت يقوم بكل التصرفات التي لا نشاهدها سوى في الأفلام الرومانسية. كل وقته واهتمامه سيكون منصباً للآخر، لدرجة أنه لن يمنح الأصدقاء لا الوقت ولا الجهد للتواجد معهم، فكل حياته سوف تتمحور حول حبه الجديد.